هاي مهنة الرجال، الرجال ما بتقدر عليها، شلون انت بدك تقدري عليها؟ هذا المصطلح سمعته كثير. هي بالنهاية مهنة مثل الخياط مثل الدكتور، فبلا ما نحط خطوط حمر تحت كلمة امرأة ونحدد إمكانية الامرأة. ضيفتي اليوم تم اختيارها كأفضل نموذج اندماج بين اللاجئين الذين وصلوا للسويد في 2015. تميزت في مجالات اجتماعية متعددة واستطاعت أن تكون المرأة العربية الأولى في السويد التي تحصل على رخصة قيادة شاحنة من النوع الكبير. تعالوا معي نتعرف على قصة السورية المقيمة في السويد هبة حموش. كيف يبدأ يومك العملي بالشركة؟ الساعة 6 ونص بكون هون، نحكي شوي مع الشوفيري وقت بنجتمع، بنروح لعند الترافيك ليداري. الترافيك ليداري هو بيقرر كل شوفير بأنه منطقة بده يسوق، وبناخذ المفاتيح وبنطلع. كيف نظرة زملائك رؤسائك إلك؟ عندهم نظرة فرح إنه في امرأة عم تفكر إنه تشتغل شغلة الرجل مثلا. هبة انا اريد اليوم ارافقك، يلا ننطلق نبدل. يلا اعطيك تياو. اوكي هي كنزة وهي بنطلون. اوكي حلو. نادرا ما نشوف انه المرأة تقود سيارة كبيرة شاحنة من هذا النوع. كيف حبيتي هذا المجال؟ اول ما لاحظت النساء السويديات كيف بيسوقوا شاحنات اللاسبيل اللي هي الشاحنة، بيصير انتباهي، فصار انتباهي الموضوع وحبيت اني ادرس عنه. قبل ما تقررين هم فكرتي انه هاي مهنة رجالية؟ هلا هي مهنة رجالية، أو بتحسني تقول الرجال احتكروها. فكانت شوي يعني نظرات العالم لإلي إنه هاي مهنة الرجال، الرجال ما بتقدر عليها، شلون أنت بدك تقدري عليها؟ هذا المصطلح سمعته كثير. بعض الأحيان خاصة النساء تخجل أنه تشتغل بهذا المجال، أنت لا بالعكس أحسك فخورة، كيف هذا الشيء؟ لأنه الموضوع ما في داعي لأنه الواحد يخجل منه، عمل مثله مثل أي عمل، هي بالنهاية مهنة مثله مثل الخياط مثل الدكتور، بالعكس أنا بحس حالي كتير فرحانة وأنا عم أشتغل فيها. كيف نظرة السويديين؟ يعني هلا مثل اللي إحنا هيك بمنطقة سكنية أحيانا بيشوفوني من الشباك، بيطلعوا لعندي مشان يقولوا لي احنا كثير فرحانين انه عم نشوف بنت عم تسوق لاست بيل، وفرحانين اكثر لانه من غير كلتور وكونك محجبه. هبه تشجعين نساء اخريات هنا او في بلدان عربيه انه يقومون بهذا العمل؟ طبعا انا بشجع كل امراه انه اي شيء بتفكر فيه تبادر فيه، فبلا ما نحط خطوط حمر تحت كلمه امراه ونحدد امكانيه الامراه. هبة، هذا الشيء اللي انت حققتيه هنا بالسويد مع الحجاب، هل ممكن انه تحققين نفس هاي النجاحات مع الحجاب بسوريا؟ ما بعتقد. هلا انا مستحيل مثلا اني اكون سائقة لاسبيل بسوريا. ليش؟ شنو اللي يمنع ببلد عربي؟ المجتمع محتكر بعض المهن للرجال فقط. شنو محتاجة المرأة ببلد عربي حتى تحقق اللي انت حققتيه بالسويد مثلا؟ الإرادة، يعني انه ما تستحي هي وتخطي بالشيء اللي هي حاسسته انه بحاجته، يعني انا بحاجة اني اعمل هذا العمل، انا ما استحي. هي كانت قصة نجاح هبة حموش. شاركيني قصة نجاحك اينما كنتي عبر الايميل اللي ظاهر الان على الشاشة، يمكن تكونين انت ضيفة لأني امرأة في الحلقات القادمة. لأني امرأة أستطيع وأنت عيني.